أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الموريتانية من الداخل، نقدمها لكم هذه المرة من مدينة وادان التاريخية بولاية أدرار، فأهلا بكم. في العام 1996 صنفت اليونسكو وادان ضمن التراث الإنساني العالمي. دعونا مشاهدين الكرام نستهل معكم هذه الحلقة بمناظر من هذه المدينة. يعد سور قلعة وادان من المعالم التاريخية بالمدينة القديمة، ويعود بناؤه إلى القرن السادس الهجري. نتابع التفاصيل في سياق التقرير. أسست مدينة وادان على مرتفع في وسط موقع جغرافي بمناخ صعب وفي فترة غير مستقرة من تاريخ البلد. قوافل تجارية تحتاج الحماية وحروب وتهديدات داخلية وخارجية. هذا الوضع استدعى القيام بترتيبات لحماية المدينة من الهجمات، وما الأكثر توفيرا لأمان المدن في ذاك الوقت من الأسوار. بني سور المدينة العتيقة بعد فترة من تشييدها، وله أربع بوابات يتم إغلاقها أثناء الليل وتفتح صباحا، ويستخدم لذلك طبول تقرع عند كل فتح أو إغلاق لتلك البوابات. السور أنشأوه الحجاج الثلاثة، ومعاهم الحجاج الثلاثة الحاج يعقوب الحاج علي والحاج عثمان مؤسسين المدينة 536 هجري، ومعهم عبد الرحمن الصايم. بعد فترة من تأسيس المدينة بنوا السور. السور مهمته مهمة أمنية بحتة لحماية المدينة من الغزاة ومن قطاع الطرق. تم بناء هذا الصرح بطريقة تسمح بمراقبة مخارج ومداخل المدينة، ولتسهيل مرور الناس من وإليها عبر بوابات السور تم بناء سلالم من نفس مواد البناء المستخدمة في باقي أجزاء المدينة. ولدعم وظيفة السور تم إنشاء أبراج مراقبة بنظام متطور بحسب معايير ذلك الزمان. إحدى البوابات كانت تستخدم لإدخال القوافل التجارية القادمة من مدن الشمال ومن دول مجاورة. هذا النشاط الاقتصادي أيضا كان من ضمن الأسباب التي استدعت بناء السور. سور مبني بطريقة ذكية يوفر الأمانة ويضمن تنظيما
لكل ما يخرج ويدخل في المدينة وبسلاسة. هو تحفة معمارية شاهدة على تاريخ عريق. تعد البئر المحصنة من المعالم الوادانية الشهيرة، ولا تستعمل إلا للضرورة في حالة تعرض المدينة لخطر خارجي، وقد أحيطت بإجراءات خاصة. هذا التقرير يلقي الضوء أكثر على هذه البئر. تعد البئر المحصنة واحدة من أهم المعالم في المدينة القديمة بوادان، وقد حفرت في الأساس من طرف السكان لتأمين المياه في الحالات الاضطرارية، فهي الملاذ في حالة إغلاق السور للدواعي الأمنية في تلك الفترة أو خلال فترات الحصار عندما يلوح في الأفق التهديد الخارجي، وبالتالي نالت عناية أمنية من لدن السكان. العثور على البئر المحصنة يشبه المستحيل، ويستدعي معرفة واسعة بأزقة المدينة ومتاهاتها. المدينة التي صنفت ضمن التراث العالمي، والطريقة الهندسية التي تم بها البناء تقوم على أساس المراوغة والتضليل سعيا لضمان عدم استفادة غير السكان. فطرق كثيرة تم تشييدها على وجه التمويه، منها ما يؤدي لمكان مغلق، ومنها ما ينتهي خارج المدينة. ومن بين الطرق العديدة واحد يؤدي للبئر، ما يستدعي الكثير من الفطنة والتردد. وقد استطاعت هذه البئر الباقية رغم صروف الدهر وعاجزياته أن توفر المياه الصالحة للشرب للسكان في وادان، وأن تحكي اليوم بعد مرور ما يناهز 900 سنة جزءا من تاريخ الإنسان الواداني الذي استطاع رغم الصعوبات أن يقيم لنفسه مدينة تجذب السياح والباحثين عن التراث الزاخر بالجمال من كل مكان. يشهد سوق مدينة وادان هذه الأيام حركة تجارية وانتعاشا اقتصاديا بسبب احتضان المدينة لمهرجان مدائن التراث. التقرير التالي يلقي الضوء أكثر على الموضوع. بضائع متنوعة يتم عرضها في هذا السوق المفتوح على مدار اليوم في وسط مدينة وادان طيلة فترة مهرجان مدائن. حركة الوافدين على هذا المهرجان السنوي تسهم بشكل كبير في انتعاش اقتصاد المدينة المستضيفة للمهرجان. هذا السوق يفتح 7 مع الصباح، ويتم فاتحين يتعد منوي الله منوي النص حد الناس تمشي، والتجارة لباس لا، لكن حسب اللي عندهم التجارة فهمتني، باع والناس مقبلة على التجارة غير مازال بعد ما فات والد خلق ذاك واشي من التجارة اللي ناس ما فات عاد تشريك بال حتى. الأعمال اليدوية للنساء الوادانيات لا تخطئها عين زائر هذا السوق، تحف تعكس ثقافة الساكنة وحلي تقليدي ووجبات عرفت منذ الأزل عند سكان المنطقة. بضاعتنا قبال الحمد لله معدلينها بيدينا، نعدلوا البخارات، نعدلوا البرقة، نعدلوا القلايد والليات، نعدلوهم بيدينا، نقبلهم من هنا تياها اللي من الكجي حكومة قريب وتوه نقلعوهم نحن ونعدلوهم بيدين لها بيدينا وتوه. وهذا الراوه الحمد لله الراوه زمن السياح الراوه هذا راك نهيشوهم نقعروهم بالمسامير تعرهم به، ويكون حكمهم بالحجار مولي الحجارة تول الحرات الحكومة وما تعليهم ولين يصلحوا بهم، عدلوهم البخور ونعدلوهم الميقوات يندروا فيهم ميشيات مولي هشي محجيهم في الدار. وليس سوق مدينة وادان بحكر على ساكنته، ففي فترات مهرجان مدائن يأتي تجار المدن القديمة لعرض تحافهم الفنية ووجباتهم التقليدية سعيا للتعريف بثقافتهم وتسويق منتجاتهم المحلية. زبنا هذا اللي نقالوا لكتل، وزبنا القلاي، وزبنا المفصص فصص الحمر، وزبنا مفصص سل المدينة، وزبنا سل المدينة زبناهم هوناتي كارين كاملين نحن الشنقيط يا غير راجل عند الله علينا لا نثبته
تحت مولانا ولا باقي يسوسنه ما هو عندنا. هي إذن فرصة لتجار المنطقة الذين يتوافدون من كل حدب وصوب خلال أيام التحضير للمهرجان السنوي الذي بات فرصة للانتعاش الاقتصادي والتلاقي الثقافي في المدن التاريخية. وفي ولاية أدرار دائما يشكل سد أرارش ببلدية الطواز مصدر عيش للعديد من السكان الذين يزرعون هذا السد. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. ثمرة فندي كما تعرف محليا تعد من المنتجات الزراعية الأكثر وفرة في مزرعة أرارش ببلدية الطواز. هنا تشرف مايا على استصلاح هذه المادة حتى تصبح قابلة للاستهلاك الغذائي عبر مراحل عدة. هذا ركات هي فندي، هذا راك نمشي نقولوا حنا لحداش ندق تقول الدق دير داك كيف تون نشرو ومنين نشرو اقواقا حشوهم اللغنا وفندي الدواء من. ويستعمل فندي في صنع العديد من الوجبات التقليدية لدى السكان هنا. نحوز عليه ونعدلوا من العيش، نعشوا منه عيان، ونعدلوا منه شو نقولوا احنا خروجه، ونقدوهم منه، نقولوا احنا المايدة الحاصلة بلا بلا ملح وبلا دلوين، بلا تنيا، نقولوا احنا المايدة اللي نقولوا احنا انها المايدة الحاصلة من دون تكاليف. تنتج مزرعة سد أرارش كميات كبيرة من مختلف الخضروات والحبوب وتوفر مصدر عيش للعديد من المزارعين العاملين في الزراعة المطرية. مستفادين هنا سياها من الصدريات إلى بلا ربع الشعير والقمح وادلقاء وفندي، هذا مستفادين منهم. عندنا هنا تحاصين هذا هي اللي تود عندنا في قرن هنا سياها 62 وجهي من الأشخاص عندنا هنا سياها، ونعانوا من مسألتين إلى بلا ثلاث، نعانوا من قضية قريات ونعانوا من قضية الأصداء ونعانوا من قضية حشيشة هنا سياه لا يتخصر علينا لقليك. ورغم ذلك يبقى سد أرارش الذي يغذي هذه المزرعة بالمياه بحاجة ماسة للصيانة. تقول قضية القليق اللي قلت لكم الدقدق، شوهم الدقدق ذي الدقدق اللي انتم تباشر معاها واللي وساه الدقدق، هذا اللي خاصه ما ندالوا لك الساعة، هو بلاكته اللي من يالطويل حق راعي اللي انتم وقف عنده، وكيف ما وقع لهم نداه وقع له من هكات من شوار راس ساكل قبلي أكثر قاع من الهيمن من منيده. وثانية من الدقدق، وهذه الدقدق الواقع له إذا ما عدلت بالعشلة هم احتمال قاع يخسر القليق باللي شو ذاك واها عادوا وقرون وواقفين. بغض النظر عن المشاكل والمعوقات التي تواجه النشاط الزراعي هنا، يصر هؤلاء المزارعون على مواصلة العمل والإنتاج. قناة الموريتانية، الحسن دباب، بلدية الطواز. ومن ولاية أدرار ننتقل بكم إلى ولاية غورغول. يوفر سوق الهواتف النقالة بمدينة كيهيدي فرص عمل للعديد من الشباب، كما يساهم في توفير مستلزمات الهواتف للمواطنين في هذه المدينة المترامية الأطراف. تمثل محلات بيع الهواتف في سوق مدينة كيهيدي قبلة للعديد من شباب المدينة الباحثين عن فرص العمل، ويشهد هذا السوق حركة نشطة للباعة والمتسوقين طوال ساعات اليوم. تكلموا عن سوق كيهيدي، هذا سوق تلفونات، سوق مهم عاطي ياس من نشاط فرصة العمل للشباب كامل اللي عاطين عن العمل، في اللي بيع تلفونات جديد، في اللي بيع تلفونات مستهلكات، في اللي عنده طابلة، في اللي عنده بوتيك مسير منهم عدل من حالته كاملة، ظانيته عندك عاد في الدار، ظانيته عن كامل طريق ما واضحة، ظانيته عن السرقة أكثر. سوق بالنسبة نحن ما شاء الله مهم، سوق زين. نحن وقتها جاءوا أنت مرة مصلح، مرة نجبر شيء، مرة ما نجبر شيء. قبل شباب من السرقة، شباب واحد يجاتهم شيء مو صالح. الحمد لله منهم شيء مصلح، من ما شاء الله يجبر شيء، بس نجز فيه. شباب ما شاء الله كارن بالأدل ياسر مشي. الحمد لله ملي بطالة ملي ما شاء الله ملي انتكسر. الشباب بيش إجبار مهمة وإجبار رواية إجبار يسمى شيء قريب، الحمد لله بأعلم بها صبح حل بازين، حل الحمد لله ما سيزين بها أكارنا أن أدله يسمى شيء. وتساهم هذه المحلات في توفير حاجات المواطنين من مستلزمات الهواتف على اختلافها وتنوعها كالشواحن والبطاريات والإكسسوارات وغيرها. يعتبر سوق كيهيدي للهواتف النقالة من أهم الأسواق في ولاية غورغول، وهو وجهة
للباحثين على عن أجهزة الهواتف النقالة ومتعلقاتها من شواحن ومن بطاريات وما إلى ذلك. كما أن الشباب أيضا يجدون فيه الملاذ الآمنة ملاذ الماء الآمنة من البطالة. تعتبر البطالة عنصرا يستسري بشكل كبير في صفوف الشباب، وهذا السوق يمثل بحد كبير إلى حد كبير امتصاصا لهذا النشاط الشبابي، ويمثل أيضا امتصاصا لهذه البطالة، وكما أنه يوفر فرصة عمل مهمة لشباب مدينة كيهيدي. وتلعب التجارة البينية والحدودية مع الدول المجاورة كالسنغال دورا محوريا في تزويد أسواق ولاية غرغل بمختلف أنواع البضائع. شوقي محمد فال لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. ومن ولاية غرغل ننتقل بكم إلى ولاية داخلة وذيبو. تشكل حوانيت التموين المنتشرة في مدينة أنواذيبو قبلة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في ظل تزويد هذه الدكاكين ومدها بالمواد الأساسية. تنتشر حوانيت التموين في مدينة أنواذيبو وخصوصا في أحياء الترحيل والأحياء الموازية لها. باتي قال لهم احنا شاكرينهم مبدولهم شيء زين، وشاكرينهم على اللي معدلين ومخفضين السعر ونختار المزيد ينزاد حتى الناس فاصلة. وتوفر هذه الحوانيت بعض المواد الغذائية التي تدعمها الدولة بنسبة كبيرة لتقريبها من المواطنين بسعر في متناول الجميع وخصوصا أصحاب الدخل المحدود. ضباطيك ما شاء الله زين سعره، حتى ما شاء الله زين حتى سعره بما شاء الله الحمد لله 40% ولا 41%، شاكرين حتى الدولة يقع الحمد لله الكمية اللي جبنا تقسم كل نهار. ها قل خلق اللي جينا خلق ما شاء الله لباس بيهم سمعت، وما طيان نتنطى كلية من مارو وكلية من قمح وكل من السكر وليتر من دلو، هاي كل نهار الحمد لله والشاكر أنا بتحو هل تزقاي من قمح زقبتين مارو وشيء من دروير وزقيه من السكر. وذا حق المولانا قل له حتى في الشعب طالبين الدولة والله شاكرين، وحتى بذا زين حتى عنده كل مارة تنبع بمية وهلاثين، كل سكر تنبع مية وهمانين، وكل قحمة تنبع مية تنبع كيلة تنبع مية وعشرين سمعت. ويتوافد هؤلاء المواطنون كل يوم على هذه الدكاكين بكثرة لشراء ما يحتاجون من مواد غذائية وزيوت. هذه الحوانيت صارت متنفسا لهؤلاء المواطنين الذين عبروا عن أهمية هذه الدكاكين بالنسبة لهم وأنها جاءت في الوقت المناسب، وإن كانوا هنا يرابطون أوقاتا طويلة. وهؤلاء الباتيق نحن زينين عندنا حتى وممكن غير نختار المزيء نختاره ينزادنا الكيمية اللي تجينا ما هي مكافيتنا. نحن هلهم قطعا ما عندهم مشكلة معانا، ما عندهم مشكلة غير لا يخص لا الكيمية، كيمية هي اللي تخص ونختارهم ويزيدونا، زيدونا مارو، زيدونا دلوير، زيدونا السكر، كيمية كاملة نختاره وتزادنا. مثال هو ديولين ما هو خالي يوسف، مثال هو قمها ما هو خالي يوسف، مثال هو مار ما هو خالي يوسف. ندور اللي سيد الكامي سيد السكر سيد الديولين سيد المار سيد القمها سيد الفر. وبهذا يكون الكثير من المواطنين في مدينة أنواذيبو قد استفادوا من هذه المواد الغذائية بأسعار مخفضة. قناة الموريتانية لبرنامج الموريتانية من الداخل، أحمد محمود الزمراجي أنواذيبو. ومن ولاية داخلة أنواذيبو ننتقل بكم إلى ولاية الأعصاب. في إطار تقريب الخدمة من المواطن قام المجلس الجهوي بولاية الأعصاب بإيفاد بعض الأجهزة للنقاط الصحية بالإضافة إلى ترميم بعض الثانويات بالولاية. التقرير التالي يلقي الضوء أكثر على هذه الأنشطة.
أعداد كبيرة من الأجهزة الطبية الحديثة والطاولات المدرسية بالإضافة لترميم المؤسسات الصحية والتعليمية هي أبرز التدخلات التي يقوم بها المجلس الجهوي في مقاطعات ولاية العصابة، بدءا بكيفة حيث قام المجلس الجهوي بترميم ثانوية كيفة رقم 1 وإمدادها بالطاولات الدراسية، ليقوم المجلس الجهوي بعد ذلك بإفاد معدات طبية متطورة استفادت منها النقاط الصحية في كل من مقاطعة قرو وباركيول وكنكوسا وبوم ديدة. الثانويات هي الأخرى شملها التدخل، حيث استصلحت ورممت فصول كانت في أمس الحاجة للترميم وجهزت بالطاولات المدرسية حتى يتسنى للتلاميذ التعليم في جو مواتي. هذه فرصة سانحة للإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الجهوي بولاية العصابة من خلال تدخله في ترميم وإعادة تأهيل بعض مؤسسات التعليم الثانوي في جميع مقاطعات الولاية، خاصة الثانويات الكبرى كثانوية كيفة رقم 1 وثانوية باركيول وثانوية قرو وثانوية كنكوصة وثانوية بومديد التي نقف فيها في الوقت الراهن. هذه هي المحطة الأخيرة من محطاتنا الأربعة في المقاطعات الأربعة في الولاية، بدءا بقرو باركيول وكنكوصا واليوم بومديد. في هذه المحطات كنا نطلع على المساهمة الجيدة والمشكورة اللي قدم المجلس الجهوي على مستوى ولاية العصابة. رئيس جهة العصابة أكد أن هذه التدخلات جاءت بعد أن حصلت الجهة على أول إعانة من الدولة، الأمر الذي بموجبه قام المعنيون بالتدخل لهذه المؤسسات التي هي في حاجة ماسة للتدخل على حد قولهم. هذه هي أول مرة كما هو معلوم عند جميع عامة الناس تستفيد الجهة من إعانة من طرف الدولة. هذه الإعانة احنا خصصناها لإعانة مؤسسات الدولة اللي كانت فاصلة فيها وكانت محتاجتها في إطار تقريب الخدمة من المواطنين. قالوا كيف لا يتعدوا شاهدتوا القائمين على هذه المراكز الصحية، عندهم كثير الفحوص اللي كانت تعدل لا شعر كيف، واليوم قربت منهم في المقاطعات من المواطنين عندما تلاقوا بحاجتهم في سافر ولياك عدلوا هذه الفحوصات على مستوى مقاطعة كيف. وهذا من ناحية أخرى يشكل أيضا محاولة تخفيف ضغط على المؤسسات الصحية في مقاطعة كيف وتقريب الخدمة الصحية أيضا من المواطنين في هذه المقاطعات اللي تعتبر شيئا ما بعيدة من مقاطعة كيف المركزية. الجهة إن شاء الله هذه التدخلات أيضا عقد العزم على أنها تتابعها يوما بعد يوم في هذه المؤسسات الصحية لياك تتم مراقبة مستوى أداء هذه المؤسسات الصحية وتتم مراقبة أيضا التكفل بالمرضى على مستوى المقاطعات لياك نعود دائما عملية تعود متواكبة مستمرة ومتواصلة نشوف ونلاحظ فيها النواقص اللي دائما تواكب ذيك الأعمال. المنتخبون أشادوا تباعا بجهود المجلس الجهوي بالعصابة الذي ساهم في إصلاح وترميم هذه المؤسسات الحيوية، مطالبين بالمزيد حتى يعم التدخل على مؤسسات أخرى. ويأتي هذا العمل بالإضافة إلى جملة مشاريع وتدخلات تقوم بها الدولة على مستوى المقاطعة في الآونة الأخيرة، حسنت من المصالح ومن أداء الأعدادية والمستوى الصحي والمستوى التعليمي بشكل عام. لوحظ في الآونة الأخيرة سلسلة تدخلات تقوم بها الجهات الحكومية في عدة مجالات سواء منها الاجتماعي والصحي والتعليمي. أشكر الجهة رئيس الموجود معنا حالا الترميم اللي يعدل لمستوى المركز اللي كان فاصل فيه وعلى ملي توفير هاي الأجهزة الطبية اللي يمكن نلقاكم أكرا الطبيب الرئيس هون موجودة اللي عيناها كاملة واللي في الحقيقة المواطنين كانوا محتاجين لها وراجين فعلا أنها تعود لها بداية. تدخل الجهة هذا ينتظر المراقبون من ورائه أن يسهم في تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات حيث حسنت ظروفها سبيلا في تقريب الخدمة من المواطنين. بهبيري ولي اليدالي لبرنامج الموريتانية من الداخل مدينة كيفا.
بهذا العنصر نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة من برنامج الموريتانية من الداخل، قدمناها لكم من مدينة وادان بولاية أدرار. في نهايتها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم.